لا شعوري بين أهلي وناسي بفرح، بس فرحتي ناقصة يعني إنه إحنا طلعنا من داخل السجن على حساب دم الشهداء، على حساب أطفال أبرياء. يعني كتير أنا مجروحة من جوا إنه أنا طلعت على حسابهم، على حساب مأساتهم، على حساب جراحهم. يعني كان نفسي إنه فعليا إنه أنا أضلني عايشة مؤبدات جوات السجن، ولا إن أنا أطلع، ولا واحد. يعني كلنا بشكل عام كلنا عن جد يعني مش قادر أعبر عن جد عن يعني أوجاعنا. كيف شايفينها لما روحت؟ أنا أصلاً حبيت إنه أكمل التعليم، أكمل جامعتي، وأسافر وأصير دكتورة جراحية، بس مشان أساعد الشعب الفلسطيني على آلامه وجراحه. يعني على قد ما أقدر، على قد ما أقدر فعلاً بدي أحاول أخفف جراحه مثل ما هو خفف جراحنا داخل المعتقلات الإسرائيلية. خطوة ممتازة، خففت آلام عن بعض العائلات، واللي بنتمناه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بتحرر كل السجناء وبتنتهي أزمتنا على خير، وإن شاء الله نهايتنا النصر. هذا إشي كتير منيح، ونتمنى إن شاء الله تعالى الفرج العاجل للجميع وباقي الأسرى. وكمان نشكر أهلنا بغزة على التضحيات اللي قدموها، والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرع إلهم. نتمنى لهم من رب العالمين إنه يداوي جراحهم ويلملم آلامهم. ايوه هون بتبلغ البلد كلها. عمرك ما تبلغ حدا. استمعتوا.